زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة أن من أبرز الأحداث اللي حصلت الأسبوع ده كانت القرارات اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير المالية، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022. وجه الرئيس بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور ل 2400 جنيه، وإقرار علاوتين جديدتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، كمان زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021 بما يحقق تحسنا في أجورهم. طيب، لمزيد من المتابعة في هذا الموضوع بينضم لنا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، في البداية برحب بحضرتك. لما نتكلم عن الجانب الاقتصادي في القرارات دي، إزاي نقدر نقول إن هي ساهمت في دعم الفئات، كمان نقدر نقول إن هي ساهمت في تحسين مستويات معيشتهم؟ أهلا بحضرتك فندم ومستمعي المشاهدين. أولا احب بس اقول لحضرتك ان السياق اللي جاي فيه القرارات، احنا دلوقتي عندنا يعني بنخرج من الموجه الثانيه من كورونا، متوقعين موجه ثالثه. ده ادى ان عندنا شويه يعني اجراءات اقتصاديه سواء في مصر او في العالم، اجراءات احترازيه بسيطه كده. عندنا في مصر طبعا العالم متشدد جدا في الموضوع، اثر الموضوع عندنا على يعني الانفاق بتاع عدد كبير جدا من الفئات في المجتمع. الناس كلها بقت يعني متحفزه وخايفه ان الموضوع يطول معانا فتره اكبر. الناس بدات تميل في انفاقها الى الترشيد، وبالتالي عمليه الترشيد اللي حصلت دي ادت الى ان عدد العمليات التجاريه اللي بتحصل بتقل، ادت الى انخفاض النشاط التجاري في مصر كلها، بالتالي انعكس الموضوع على المؤشرات الاقتصاديه وبالذات التضخم. احنا دلوقتي في الشهر، بقالنا دلوقتي الشهر السادس او السابع اللي عندنا انخفاض لمعدلات التضخم عن مستهدفات البنك المركزي. بالتالي الرئيس شايف ان ده المفروض ما يكملش. احنا المفروض ان احنا عندنا مستهدف السنه دي ان احنا نوصل ل 3.6 او اكثر في معدلات النمو. بالتالي الرئيس بيقول للناس يا جماعه في زيادات جالكم في الطريق، كملوا اضغطوا في الانفاق بتاعكم عادي، كملوا حتى لو الموضوع استمر معانا لا قدر الله. طيب دكتور محمد، انا عايزه اقف مع حضرتك عند نقطه مهمه، وهي التأثر الاقتصاد فيما يتعلق بجائحة كورونا، وان احنا في الموجة الثانية من كورونا. على الرغم من كل اللي حضرتك تفضلت بيه، في تحيز واضح للموظفين وغيرهم، برأي حضرتك ده بيعكس ايه؟ يمكن دي قرارات وتحركات احنا ما شفناهاش لعقود سابقة. هو انا اولا حضرتك احنا دلوقتي بقينا بنتكلم على فكره الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده دي الدوله فيها انحيازها واضح تماما، وانحيازها يعني قررت ان هي تاخد انحيازها للطبقات المتوسطه والطبقات الفقيره. عشان كده حضرتك هتلاقي ان احنا عندنا مثلا برامج دعم كبيره جدا وتمويل كبير جدا للمساكن بتاعه الطبقات دي ب 3%. الرئيس برضه كان اعلن عنها قبل الاعلان بتاع الاجور في بتاع الحد الادنى للاجور والزيادات دي قبلها بيوم واحد. مش بس كده، الفكره كمان يا فندم ان الاجور الحكوميه او الاجور دي بتستهدف حوالي 5.4 مليون موظف. ال 5.4 مليون موظف دول عندهم معدل اعاله اعلى من 4.2 للفرد الواحد، ده معناه ان احنا عندنا حوالي 22 مليون مواطن بيستفيدوا من الزيادات دي. ال 22 من اساسه اصلا لان الدوله هي اكبر مشغل للموظفين في مصر كلها، بالتالي الزياده بتسمع عند الناس كلها. بلاحظت مش بس الزياده عند الموظفين، لا، الزياده عند الموظفين واصحاب المعاشات بكل انواعها، مش المعاشات الحكوميه بس او مش معاشات التامينات بس، كل انواعها. وده بيزود المستهدف عندنا رقم كبير جدا، اعتقد ان هيستفيد فعليا من الـ من الـ من الـ من الرقم، رغم اني ما عنديش رقم يعني حقيقي، ما طب هو بشكل او اخر دكتور محمد، هي قرارات ما كانتش الاولى خلال هذه الجائحه، وهذا ما يعكس كمان اللي حضرتك تفضلت بيه، هذا الانحياز الواضح من القياده السياسيه لهذه الفئه او الموظفين والعاملين. على كل حال، دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. طيب